وبمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، أعلنت إدارة الأوقاف السنية تحويل عدد من المساجد إلى جوامع بصفة مؤقتة خلال الشهر الفضيل. وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس الأوقاف السنية بأن الإدارة ستقوم بتحويل 32 مسجدا إلى جوامع بصفة مؤقتة لتؤدى فيها شعائر صلاة الجمعة بدءا من أول جمعة في شهر رمضان الكريم.